المساجد منارات الهدى في الأرض لبني البشر، ومن أبرز المؤسسات التي تحفظ للأمة الإسلامية تاريخها الماضي وتربطه بواقعها الحاضر. ويكفيها شرفاً ومنزلة أن الله سبحانه وتعالى أضافها إلى نفسه وذاته العلية ليكتسب بناؤها وعمارتها عظيم ثناء الله عليهم. قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ولا يخفى ما للمساجد من أثر في تربية أفراد المجتمع على مكارم الأخلاق وسلامة السلوك وإصلاح ما قد يطرأ من الفساد، إضافة إلى أثر المسجد في تقوية الروابط الأخوية بين المسلمين. ولما كانت للمساجد هذه المكانة العظيمة فقد أصبحت على مدى التاريخ الإسلامي على قمة هرم المؤسسات الدينية، وكلما ازداد تعلق المسلمين بها صلح عليهم أمر دينهم ودنياهم. ولذلك أقبل المحسنون من المسلمين في كل عصر من العصور الإسلامية على الإنفاق لبناء المساجد، ولم يكتفوا بذلك فحسب، بل بنوا حواليها مدارس وملحقات وقفية تنفق مواردها لخدمة المسجد والمدرسة في آن واحد. وانطلاقا من هذا الواقع ومن الحديث النبوي الشريف: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة، ففي عام 2014 للميلاد قامت مؤسسة خلف أحمد الحبتور للأعمال الخيرية من الإمارات العربية المتحدة بتمويل بناء مجمع إسلامي في ألبانيا يضم مسجدا ومركزا إسلاميا ومجموعة من الدكاكين وقفا للمسجد. ولتحقيق هذا العمل الخيري الذي له قيم روحية وأخلاقية واجتماعية عالية، وجد المتبرعون الكرام استعداد المركز الألباني للفكر والحضارة الإسلامية ودار إفتاء دورس والسلطات المحلية للتعاون المشترك. ولهذا السبب قام فريق العمل لدى المركز الألباني للفكر والحضارة الإسلامية بتصميم مشروع خطة بناء المسجد وفقاً لطلبات الجهة المانحة. وأما السلطات المحلية فقد أبدت استعدادها التام لتوفير مساحة الأرض ومتابعة الإجراءات الرسمية المختصة، وقد بدأت أعمال بناء المجمع الإسلامي بتاريخ 12 من شهر مارس عام 2014 للميلاد، وحضر فيه رئيس بلدية إيشم آنذاك السيد سليمان إبراهيمي ونائب مدير المركز الألباني السيد ألبان كودرا والمهندس المعماري أيوب كامبيري وعدد من مشايخ دار إفتاء دوسة ومجموعة من سكان المنطقة. الطاهرين العباد في كل ركن منه يجلس عليم يجلو الرواية من صحيح المسناد، وهناك ملهوف يلوذ وساجد متبتل في خلوة المتعبد، ويد هنالك تستغيث تضرعا بكريم لطف الله من سوء الإنسان.
همس بلا علن وليس بمعتدي، حن الفؤاد يقع المسجد في قرية شكافانا ببلدية إيشم، وهي منطقة سياحية جميلة يبلغ عدد سكانها إلى 3000 نسمة، وموقع بناء المسجد مساحته حوالي 1500 متر مربع في وسط قرية شكافانا قريبا من مدرسة القرية. يمتد هذا المجمع على مساحة بنائية قدرها 2600 متر مربع، ويتضمن ما يلي: أولا المسجد 190 مترا مربعا، والأماكن الداخلية فيها هي صالة إقامة الصلاة للمصلين الرجال بسعة 200 شخص، مصلى النساء بسعة 50 شخصا، الموضأ. ثانيا المركز الثقافي الذي يشمل 3 فصول ومكتب الإمام. ثالثا مجمع الدكاكين الذي يتضمن 3 دكاكين كوقف إسلامي. رابعا وأخيرا شقة الإمام. وبدأ تشغيل المسجد في تاريخ 15 من يناير 2015 للميلاد بعد تعيين السيد محمد أنصاري إماما رسميا للمسجد، وبدأ تشغيل المركز الثقافي أيضا بتنظيم دورات تعليم اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ويهدف المركز الثقافي الإسلامي بشكافانا أن يصبح مصدرا للعلم والتربية والثقافة في المجتمع المحلي، وذلك عن طريق تقديم الدورات التعليمية المختلفة والأنشطة الثقافية المتنوعة. بروضات محفوفة بالطاهرين العباد في كل ركن. نعدكم للحياة، هذا هو شعار المركز، ويعتمد على الوسائل التعليمية الحديثة وعلى المعلمين المهنيين من ذوي الخبرة الطويلة، فضلا عن المرافق المريحة التي يوفرها. وساجد متبتل في خلوة المتعبد ويد هنا. وأخيرا لا يسعنا إلا أن نسأل الله العلي القدير أن يجزي المتبرع الكريم خير الجزاء، وأن يبارك له في أسرته وأمواله، وأن يجعل هذه الأعمال في ميزان حسناته يوم القيامة. تضرع همس بلا علن وليس بمعتدي.